عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم وصلنا الجديد من تركيا ونخليكم مع الفيديو مباشرة. نبدأ مع أول قطعة. قطعة عبارة عن تونيك في الكري، فيها الموزون في الديدات، وهاد الموزون هنايا في الكتف، فيها هاد الفصالة هكا كتبان بحال دو بياس. لا طاي 46، من لور إلي سامبل. الوغ كيما قلت لكم لا طاي 46، لا مارك معروفه. بالنسبه لهاد لا تونيك نوفيل كوليكسيون دايره 350 درهم، 350 درهم نوفيل كوليكسيون. فوالا هذا هو ستيل ديالها، ديك الطبقه اللي من الفوق شويه طويله كتجي على القميجه من التحت. فوالا القطعة الثانية عبارة عن واحد جيليف شيبي بارد سامبل من القدام، فيه جويبات فوالا، ومن اللور فيه هاد الزواقة. هادي هي الزواقة اللي فيه في الظهر، قربها ليكم. هادي مخدومة هكا، فيها الموزون، فيها تشريكلات. هادو كيجي في اللبسة رائع. راه الناس اللي ديجا خداو من عندي في دوطخ كولور راهم شافوا لو موديل ديالو كي كيجي في اللبسه زوين، مالغري كي لا سامبل من القدام. افيك شوميز بلونش، شوميز بلو نوي، غيجي زوين. يا اما نديرو مع البلو نوي ولا نديرو البلون كاع باش يفتحها. افيك ان جين كتجي زوينه. بالنسبه لهذا الثمن ديالو 290 درهم، من القدام الى سامبل. نوريكم حتى هاد لو بونطالون اللي يقدر يمشي مع الجيلي وكيجي زوين في اللبسه، وفيه حتى هو هذاك لو غابيل في الموزون بحال الزواقه اللي كاينه في الجيلي. بالنسبه لهاد البونطالون طاي 46 والثمن ديالو 250 درهم، بجوجهم نفس لا مارك. كاين اوسي هاد لونسومبل لي بالبونطالون لارج، كيما كتشوفوا هذا هو لو بونطالون لارج، فيه دي كولور زوينين. توبل كريب الحرج، داك الكريب لي شويه كيكون حرج كيما كتشوفوا في التصويره، مي لي كولور فيه غزالين. بالنسبه لا تونيك لي بلو سامبل، تونيكا سامبل قصيره من القدام وطويله من اللور. سامبل من اللور بسنيسلا. فوالا هاد لونسومبل طاي 44 و لو بري ديالو 450 درهم. قبل ما ندوز للبيجامات نعاود نبارطاجي معكم هاد الكسيوة اللي بقات في طاي 44 صغيرة، تجي لمولات 42، فيها واحد الوريدات زوينين، موديل ديالها زوين. هاد الوريدات كيتعاودوا لتحت. وبالنسبه كيما قلت لكم اخر مره لو بري ديالها اون بروموسيون كتبقى 350 درهم، ماركه معروفه. بالنسبه للناس اللي كانوا عجبوهم هاد لي بيجاما راهما يا رجعوا، كاينه الطاي ام والطاي ال والطاي اكس ال. ام هي 38، ال هي 40، والاكس ال هي 42. بالنسبه هادي 100% كوتون، الثمن ديالها 170 درهم، راه بيان سور بالسروال ديالها، راه بيجاما فيك بونطالون ماشي شورت. كاين اوسي هاد لو موديل، فوالا فيها الزويقه، فيها هاد لي ديات هكايا، لي ديدات الغابيل ديال الزواقه اللي في البونطالون. هاد البيجاما اكس اكس ال، يعني طاي 44 لو بري ديال هادي 100% كوتون 170 درهم. بيجاما طاي ام، يعني طاي 38، فيها لو هو في هاد لو ستيل 3/4، فيه هاد الطرزان نوريكم مزيان، فوالا الطريزه اللي فيه. فوالا لو تريزا كيما قلت لكم 3/4، و لو بونطالون
فورم ديال بحال بونطالون الكيت مات، هو فيه جويبات بلاستيك وتفرجيلات مشدود بلاستيك، ترجيلات مشدود بلاستيك. الوغ كيما قلت لكم هادي تاي ام، يعني 38 ولا 40 صغيره، 100% كوتون، والثمن ديالها 170 درهم. كاينه اوسي هاد البيجامه اللي فيها الكري والموف، فوالا هذا اللي كيدار في العوينات رابيل ديال لو بونطالون، وفيها هاد النونوس اي حتى هي مشدوده من التحت باش فيها لو رابيل ديال لو كري. الوغ بالنسبه لهاد البيجامه لا طاي ديالها اكس ال، يعني 42، ولو بري ديالها 160 درهم. الويرز فيهم لو رو بيان سور افيك لو شورت، كاين لو روز طاي ام 38، كاين هاد الجوج الخضيدر والكري طاي اكس ال، يعني ما بين 42 حتى 44. نوريكم الشورت ديالو. هادو هما القطع اللي بارطاجيت معكم اليوم، لونسومبل جيلي لو بونطالون لا تونيك لا روب اي لي بيجاما. نتمنى يكونوا عجبوكم. بالنسبه كما قلت لكم البيجامات ديال السيده اللي غنعاود نحط لكم سميتها غابا غينيز، اللي بغى شي حاجه يحاول يتصل بيها باسكو غتعاود تصيفط ان شاء الله في الاخر، قولوا له ديبي ديال سبتمبر. يعني اللي بغى شي حاجه لا ديكوراسيون اللي عندها او لا شي بيجامات في ديتاي ولا هذا، ممكن يتصل مباشره بها عبر انستغرام. وصلنا لنهايه الفيديو، ما تنساوش ديروا لايك بارطاجيو مع حبابكم، والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.